اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فسفوريه ولكن بفكر طهوي لطيف وجميل وغير مكلف. دايما الفكر ما بيكلفناش فلوس، بيكلفنا ان احنا بنحب المطبخ، بنحب شغلنا، فبنبدع في شغلنا ونفكر فيه كويس. احنا عايزين نوصل العباره دي حتى في المطبخ. المطبخ النهارده معانا شويه كابوريا، معانا سمكة الدراك وزنها صغير تقريبا 600 جرام 500 جرام لسه بيبي، يعني الدراك او الكنعد بيسموه في الخليج، ومعانا شوية جمبري بالقشر زي الفل، يعني اللي بيعمل 30 او 20 حبة في الكيلو يعني او 15 حبة. هتعمل ايه يا شيف بالمشتريات بتاعتك دي او بحلقة السمك اللي معاك النهارده؟ جاي على بالي النهارده نعمل حلة كبسة لطيفة وحلوة ونشوف ازاي نقدر نعمل السمك الكنعد في اكله مشهوره جدا في الخليج اسمها المشخول، بيعملوها اخواننا في اليمن وفي الخليج، او الكبسه بسمك الكنعد الدراك. هنعملها النهارده مع بعض، ولكن هنخلي السمكه سليمه ونحشيها تتبيله كده لطيفه وحلوه هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه جديده معانا كابوريا نتي لطيفه وزنها تقيل، الكابوريا محمله يعني فيها لحم من جوه من قلاشي، هنعملها صينيه صياديه. يعني ايه صينيه صياديه؟ تفاصيلها هنشوفها ان شاء الله في الحلقه بعد ما نقدم الحلقه بتاعتنا. معانا كمان جمبري قشر. الجمبري ده يا عم الشيف هتعمل فيه ايه؟ انا القرع العسل بتاعنا هنا المعروف في مصر بنمشي على الطرق كده بيعجبنا شكله وشكله اللطيف الحلو، فانا جبت حبايه قرع حلوه كده بالشكل ده كده. هعمل القرع الجمبري جوه حبايه القرع ديت، وبعد كده نصطاد الجمبري من قلبيها. فكره جديده يعني. القرع ده بثلاثه تعريفه يعني، اللي عند الراجل الفكهاني محدش عايز يشتريه بصراحه، وانا اخدت شويه حاجات من عنده في الاخر عجبني دي، قال لي خدها مش هدفع ثمنها، فاتبسطت قوي على فكره يعني. دي ببلاش ولكن قيمتها الغذائيه بجد والله العظيم تعلو قمه الهرم. القرع العسل ده مفيد جدا، هو اليقطين، فخلونا نستفيد بيه حتى لو هنعمل جمبري. هنشوف هنعملها ازاي الفكره اللطيفه الحلوه، هتعجبكم ان شاء الله لو جبت نص كيلو جمبري مش كل يوم تعمليه صياديه وكل يوم تعمليه مقلي او مشوي. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل بافكار طهويه وفكر طهوي لطيف وأكلة سمك النهاردة ما حصلتش، وعلشان إحنا بنحبكم بنعيد الحالة دي يوم الجمعة من كل أسبوع. أو تروحوا بيت تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عندنا شغل كتير في الحالة للأمانة يعني، بس أنا حابب أعمل كل حاجة النهاردة إن شاء الله. حتى معنا كمان عصير البرتقال بالفراولة، يعني الاثنين فيتامين سي قويه جدا، ممكن نحلها بالعسل او بالسكر، او لو تسمعوا كلامي من غير العسل ولا سكر تبقى لطيفه وجميله. طيب هتعمل ايه يا شيف؟ وهنبدا بايه الحلقه بتاعتنا وخدت سير الحلقه؟ هنبدا باول حاجه طاجن الجمبري بالقرع العسلي، لان ده تاخد وقت شويه وهندخلها الفرن، ولازم حبات القرع العسلي دي تستوي والجمبري جواها، يقوم القرع العسلي ياخد من الجمبري والجمبري ياخد بالقرع العسلي. مقاديره على الشاشه: جمبري قشر، قرع عسلي حبايه سليمه وزنها تقريبا كيلو ونص. حلو الكلام. ومعانا شويه بصل، فصين من الجنزبيل الفريش الطازه، ومعانا كمان معلقتين من العسل وملح وفلفل، ومش هنكتر بهارات كتيره علشان طعم القرع العسلي يبقى مسيطر هنا وباين طعمه. في حاجات كده لما نستخدم فواكه في الاكل او في المطبخ عموما تقللي من التوابل اللي بتسرق الطعم من الفواكه، سواء قرع عسلي سواء تفاح سواء بتستخدمي موز او اناناس في بعض الاكلات اللي احنا عارفينها. طيب هنعمل الاكله دي ازاي؟ بنشتري حبات القرع العسل دي من عند الراجل بتاع الخضار وبنفرغ قلبها، طبعا انا مجهزه ومحضره. بنطلع اللب اللي من جواها ده كده وبنتخلص منه، وبناخد القلب بتاعها ده كده اهو، مخرجنا الجميل حبيبنا، ازيك يا فاروق؟ اهو حبيبي المخرج. بشيل ده كده علشان الجسم بتاع حبات القرع العسل يستوي بسرعه بالشكل ده كده، ونقطعها كده بسهوله تطلع معانا اهو، مش محتاجه العافيه ولا حاجه. وفي نفس الوقت بنفرغ مكان للجمبري اللي يخش جواها. طب في عند اخواننا بتوع الخضار بتبقى وزنها كبير، تنفع؟ مفيش مشكله، بدل ما نحط مثلا كيلو جمبري نحط فيها 2 كيلو جمبري، بس انا يفضل الحبايه الصغيره دي علشان ممكن في افراد الاسره مش حابين الموضوع ده، يبقى احنا ما بنرغبش حد او ان احنا بنجبره ان ياكل من الاكله دي، غير لما نجربها وعجبتنا نستخدمها ونبدا ان احنا نعملها كذا مره بعد كده. انا شلت القرع العسل كده بالشكل ده كده، ووسعت الجمبري مكان حلو،
وهنشوف ازاي هنعملها. وباخد طبعا الكفر بتاعها ده كده بخليها على الوش. الموضوع بسيط خالص يعني، تقدري تعمليها بسهوله، سكينه صغيره بتفرغيها وتبقى معانا كده اهي. تعالوا نعمل الخلطه بتاعتنا بقى. في حله هنا كده هنعمل خلطه لشويه الجمبري دول. الخلطه دي عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن معلقتين من زيت الزيتون بنحطهم كده في الحله. حلو قوي. بتعمل ايه يا شيف؟ عايزين نخش في تفاصيل الموضوع ده. الحبات القرع دي جاهزه، بيكون عندك ورق زبده وورق فويل الاثنين مع بعض، وصينيه كده عشان هندخلها الفرن. لازم انا بدات بيها طبعا. نعم يا غالي. الطريقه الجديده اللي عمل الجمبري النهارده، عامل طاجن جمبري بالقرع العسلي. بوظنا الميزانيه، جمبري وعندنا كابوريا هنعملها صياديه النهارده يا ست الكل. دي طريقه جديده حلوه هتعجبك اهي. الجمبري بياخد تشويحه على النار كده عشان لما نقفل عليه حبيت القرع العسلي، يبقى احنا ضمننا ان الجمبري خد طعم العسلي والبصلايه مستويه والتومه مع زيت الزيتون بالشكل ده كده. توابلنا زي ما شفنا مع بعض، ملح وفلفل وبابريكا، وهنحط معلقتين من العسل النحل واحنا شغالين مع بعض كده. دي الطريقه الجديده لعمل الجمبري لو احنا عايزين نغير من فكر المطبخ شويه. واحنا عندنا هنا بس ناخد الطريق الصحراوي كده او الطريق الزراعي، بنلاقي طبعا القرع العسل ده ببلاش. زي الفل. بخلي دي هنا كده تاني. تمام، ادي الجمبري جاهز اهو. نبص عليه كده قبل ما يخش جوه الحبات القرع. حبايبي فرسان التلفزيون المصري. الجمبري اهو زي الفل مع الخلطه، بنحطه هنا كده. حلوه الفكره دي والله يا شيف. وحتى ايه كمان لو عندنا ضيوف نخليها مفاجاه، طلع حبات القرع العسل دي كده بالشكل ده كده. باينه معانا كده يا شباب. حبايبي حبايبي انا عارف انتوا هتجيبوها لو جوه الفرن جاب. شفت الفكره؟ عشان تاخد كتير. شفت ازاي؟ بس بيسالني المخرج سؤال جميل جدا، عجبني السؤال ده. قال لي انت شوحت الجمبري ليه؟ انا حابب، ما بحبش دايما في الحشوات البصله تكون نيه. لما الخلطه بتستوي والجو اللي احنا عارفينه ده كده، بس شيب صنانه البصله. ليه بقى؟ انا بشتغل هوا فانا عايز اكسب وقت. شايفين الجو ده كده؟ كل ده مع بعض. حلو قوي. تمام يا عم الشيف، ننزل شويه الصوص دول كده بايديا بس خلاص. تمام، وهنغطيها ونقفلها. فكره جديده مش مكلفاني حاجه، مش مكلفاني فلوس ولا حاجه. ده الغطا اهوت، بنحطه هنا كده ونجيب ورقه زبده وورقه فويل. تتبيله الفراخ الكريسبي بتاعت امبارح. طبعا مهم جدا انك انت بتقلبي الفراخ، بتتبليها بالثوم والبهارات بتاعتنا اللطيفه، بصل بودر وثوم بودر. نصيحه مني طبعا، ما تحطيش اي ماده دهنيه في تتبيله الفراخ لو بتعمليها بانيه او بتعمليها كريسبي. شايفين لازم الفها كده في ورقه زبده بالشكل ده كده اهو. حلو بالشكل ده كده اهو. انا لفيت الطاجن بتاعي في ورقه زبده الاول زي ورقه اللحمه كده، وبعدين بلفها كده اهو. الموضوع بس لازم اقفلها كويس. ليه يا عم الشيف كويس؟ علشان القرع العسل ده هيتبخر ويطلع لي ريحه حلوه وسوائل حلوه. موضوع اللي ما دخلش المطبخ وشافك بتعملي الحاجه دي كده يقول لك انت عامله ايه؟ خليها له مفاجاه. يعني بالمناسبه مثلا جوزك دخل جاب من الشغل بدري، بتعمل ايه يا حبيبتي النهارده؟ والراجل دافع فلوس ودافع دم قلبه في شويه سمك، اقول له والله لسه بقول يا هادي. ما تقوليش بتعملي ايه؟ طب ايه يا حبيبي ده؟ والله بقى فكرت اعمل لك بصلايه بتنجرايه مشويه، اعملها بابا غنوج مثلا، يعني نوع من الفكاهه. وتدخلها الفرن، درجه حراره الفرن عندي 180. هتحط فيها ميه يا شيف؟ لا، زي ما هي كده، مش هستخدم ميه خالص. انا عايز القرع العسل يتشوي وجنبيه وفي داخله الايه؟ الجمبري. هنحطها في ارضيه الفرن ونسيبها زي ما هي كده، درجه حراره الفرن تكون عاليه جدا. يلا اقفل الفرن يا عم الشيف. عرفت احنا عملنا ايه دلوقتي؟ قبل ما نطلع الفصل بتاع اللي انا خدت اوردر بيه، جبت الحبات القرع العسلي فرغتها، خدت اللحم بتاعها قطعته ناعم، نزلت ببصل بتوم بالقرع العسلي بشويه كزبره او كرفس وفص توم حلو، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، كل ده مع بعضه.
ومعلقتين من العسل وبقلب الخليط ده كله، بنزل بالجمبري ياخد لون كده بس، وفي الاخر بحطه في قلب حبات القرع العسلي وغطيها واملاها كويس عشان تكفي العيله والقرايب وحماتك والاسره، ونلفها بورق زبده الاول وبعدين ورق فويل، وندخلها الفرن في درجه حراره 180 من غير ميه، دي مش عايزه حمام ميه، لو حطيتي فيها حمام ميه القرع العسلي كانه ايه مستوي او كانه مسلوق، انا عايزه مشوي يبقى طعمه حلو زي البطاطا المشويه كده او البطاطس المشويه. نطلع فاصل يا فاروق ولا نكمل؟ انا معاك. طيب هنطلع فاصل صغير، ولازم قبل ما نعرف الفاصل انا هعمل دلوقتي الكبسه اللي هو المشغول او الكبسه بالسمك الدراك الكنعد بطريقه سهله وبسيطه مش تاخد منه 10 دقائق. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لفكره طه وجديد بخبره عظيمه لحبايبي اللي بيتابعوني على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ووقتنا في البرنامج بتاعنا ده أكلة أمي، وتقريبا بيعمل 50 دقيقة مشفي، يعني 45 دقيقة بعد الفواصل، فبستغل كل ثانية في البرنامج أو في الحلقة يعني علشان وقتنا من دهب. أنا حطيت الصينية على النار، كنت حطيتها في الفرن على فكرة، كنت شفتها وأنا بحط الطاجن بتسخن عشان أكسب وقت، وحطيت في قلب الصينية دي شوية زيت زيتون وبحط بصلاية كده، وهعمل دلوقتي مع حضراتكم كبسة السمك الكنعد أو الدراك. نستأذن فريق العمل الجميل مقادير الكبسة أو المشغول، المقادير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. بصل، جزر، سمكة الدراك أو الكنعد ده المسمى بتاعها في الخليج أو في مصر، حلقة السمك أو بالشكل ده كده، ومعانا رز بسمتي سلقته 3/4 سوا زي ما بعمل البرياني، جاهز معايا، بحط شوية ملح وفصين من الحبهان علشان الرز ده يستوي. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ قول لنا بتعمل ايه الله يبارك لك علشان ما نزعلش منك. جبت صينية زي ما حضراتكم كده شفتوا، رصيت فيها شوية بصل مع توم مع بهارات مع جزر مبشور، والصينية على النار، شايفين الجو ده كده؟ وانا شغال بلعب يعني، وريش حاجة الصينية وانا برص فيها اللي بيجي قدام ايديا. زيت زيتون ده شوية كده على السمكة، ركزوا معايا. واجيب السكينة الصغيرة دي كده، اللهم صل على النبي، وافتح السمكة دي يا عم الشيف كده من ايه، من ظهرها، علل ولماذا؟ علشان التتبيلة والبهارات تخش جوه لحم السمكة. السكينة بس طبعا انتوا بتعمليه ازاي كده يعني، تفتحيها وهي بره النار. حلو. واحط مكان الشق ده يا عم الشيف فص توم حلو كده علشان يدي طعمه. وانا شغاله. والسمكه بتستوي على النار. هتبدا لما تستوي الشق ده يفتح. الله يبارك لك يابا. وسنه خضره كده وانا شغال. وهي على النار بكسب وقت. هتعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ مع بعض خطوه خطوه. الرز بتاعنا اللي احنا سلقناه قبل كده بننزل بينا كده. يلا اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. لا انا هحط شقشقه ميه صغيره بس مش هحطه دلوقتي. طب دي هتتقدم ازاي دي يا شيف؟ دي هنقلبها يوم السمك يظهر على الوش والرز ايه واخد طعم السمك. ما خدتش منك وقت والله، لو دخلت المطبخ تعملي كوبايه شاي اعتقد انك هتاخد منك وقت اكتر. سمك ماكريل حابه بتعمل 600 جرام تقريبا زي الفل. ده فانت السمكه هو ده. الله عليك. بحط شويه جزر كده على الوش عشان لما الجزر ده يستوي زي البرياني كده بيدي طعم حلو. الله عليك. سنة خضرة. عندنا مية بتغلي على النار زي الفل، ماخدتش منك وقت.
اللهم صل على النبي. وننزل بالميه دي كده هنا. يا ويلي زلزال. بدات اشم ريحه الايه الكنعده والمكريل. زفاره مفيش زي الزفاره مكان بينا. واسيب بقى الصينيه دي في الفرن تتشرب، يوم البخار يطلع يعشعش فين يا عم الشيف؟ في لحم السمكه. بس كفايه هو ده. ونغطيها. فكره كلفتك حاجه خالص؟ مفيش. ثلاثة تعريفة فكرا طهويا، ولكن خبرة كبيرة. ورقة زبدة دي مهمة جدا على فكرة، عشان الورق الفويل ما يتفاعلش مع الحاجة اللي بنحطها في النار. ونقفلها كده كويس وهندخلها الفرن. قد ايه يا شيف؟ 10 دقايق بالكتير خالص. اللهم صل على النبي. وهي على النار. وقفليها كويس، خلي بالك مطلوب قفلها كويس. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. القرع العسله في الفرن زي الفل، بتستوي بتاخد راحتها. حلو الكلام. هنشيل دي يا عم الشيف وندخلها الفرن. ببساطه خالص. سخنه خلي بالك. اللهم صل على النبي. في قلب الفرن كده نبص عليها كده نظره الوداع يا فاروق. الله يبارك لك. نظره الوداع. سمك ماكريل او سمك كنعد او سمك دراك، كل الانواع. عايزه تعمليها بالبور اعمليها، عايزه تعمليها بالوقار اعمليها زي ما انت حابه، ولكن يفضل سمك الكنعد او الدراك، افضل حاجه لعمل الكبسه زي اخواننا طبعا في الخليج لما بيحبوه مشغول كبسه بالسمك الكنعد، ودي اكله معروفه. انا هعمل دلوقتي صينيه كابوريا صياديه. هستاذن فريق العمل اللي معايا الجميل مقاديرها على الشاشه. صينيه كابوريا صياديه، المسمى عجبني. دي مش هتاخد مني بالظبط 5 دقايق. حل على النار، بتسخن جامد. معايا كابوريا نتي تقريبا 15 حبه حلوين، عاملين تقريبا 2 كيلو. مهم جدا لما تختار الكابوريا يكون وزنها تقيل. معانا من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون وبصل شرايح، هنقطعه مع بعض بالشكل ده كده، مع فلفل حار. هنعملها بزيت زيتون ولا بسمنه؟ هنعملها بزيت زيتون ومعلقتين من الزبده. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. البصل بتقطع شرايح كده. اللهم صل على النبي. الاكل بتاعي كله في الفرن، سواء طاجن القرع العسلي بالجمبري، سواء السمك اللي انا بعمله كبسه. بلدنا بلد سياح فيها الاجانب تتفسح. ايه الاخبار؟ النار طالعه معانا زي الفل. حلو قوي. كابوريا، كابوريا النتي الجميله الحلوه معايا اهي زي الفل. نشتغل فيها بقى. البصلايه بتتشوح على النار مع قرن فلفل حار سبايسي عشان ما حدش ياكل من الاكل ده غيري. وابدا اخد الكابوريا دي كده امس عليها بتتبيله حلوه ما بين الكفر بتاعها وما بين اللحم وانا شغال. ايه التتبيله دي يا عم الشيف؟ شويه توم، معلقه زيت زيتون حلوه كده عشان تطري اللحم جوه، شويه بابريكا، شويه بهارات حلوه نعمين يا غالي. اقول لك وصفه سهله دلوقتي تريحك وتفك اللغز ده يا ست الكل. اي فواكه مجففه عايزه تحطيها في عمل كيكه عشان تبقى زي اللي بتاكلها بره، بتجيبي الفواكه المجففه دي زي ما هي تحطها في الفريزر شويه، طلعها من الفريزر ترشيها وتعفريها بشويه دقيق. تقوم الدقيق ده يعمل ايه؟ هو العوامه بقى اللي بتخلي الواحد تعوم في قلب الميه كده، مع ان انا ما اعرفش اعوم. هتحطها على وش الكيكه، هيثبت الفواكه المجففه في قلب الكيكه في المنتصف لغايه لما تطلع وتستوي. بسيط، فكره طهويه. رش الفواكه المجففه، اكتبوها اخواننا في السوشيال ميديا حبايبنا، رش الفواكه المجففه بقليل من الدقيق في حاله عمل الكيكه بالفواكه المجففه. شوفوا هتكتبوها ازاي، بس الرساله توصل يعني. تعمل ايه يا عم الشيف؟ تشكيله فرسيه يعني بيسموها خلطه فرسيه، عباره عن جزر، كرفس، كزبرة، سنة شبت صغيرة، توم، زيت زيتون، ملح وفلفل، شوية كمون، شوية بابريكا، بقلبهم على بعض. باخد من الخلطة دي يا عم الشيف وحش وادخل جوه الكابوريايا، برفع الكفر ده واحط الخلطة دي اهو. صينية كابوريا صيادية. نعم يا غالي. يا امان امان زي الفل. ماشي يا دوح. زي الفل. يلا برص الكابوريا كده وانا شغال. بسم الله ما شاء الله. كابوريا نت. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بنحط عليها خلطة الصيادية اللي هي طماطم ونسيبها نغطيها بالظبط 10 دقايق.
تاني اهو، نرفع ده كده اهو زي الفل. نجيب واحده كمان، واحده كمان اخيره قبل الفاصل. اهي كابوريايه بنجيبها زي ما هي كده، نصيحه مني بقى والكابوريا في ايدي، دي كابوريا نت وزنها تقيل. الكابوريا تتغسل وهي سليمه، وحذاري انك تفتحي جمبري من ظهره وتغسليه، لا الجمبري يتغسل وبعدين يتفتح من ظهره وتستخدميه عادي زي اللي معايا ده كده. دي المعلومه الغير معلومه. ليه يا شيف؟ لان الميه ساعه سخنه هتزفر لك السمك. السمك ما يتغسلش بعد تقطيعه خالص، يتغسل وهو سليم وبعد كده نقطعه ونشتغل فيه زي ما احنا عايزين. ندخل عليه التوم، ندخل عليه عصير الليمون، اي مشاكل بعد كده التوم والليمون بيعالجها. ولكن الكابوريا تتغسل كويس، بعد ما تتغسل بتشيل الكفر بايدينا كده بالراحه اهو 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 اهو. اسمي باسم والله انت مرزه يا شيف. لا مش خاتم سليمان يا فاروق، دي بطروخ جوه الكابورياي اهو. بدخل خلطه كده اهو 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 اهو. يلا اقفل الكابوريا اهو، اقفل بقك وفي قلب الحله اهو. هتعمل ايه بعد كده يا شيف؟ خليك معايا عينيا والله، لا ماشي دلوقتي حالا اهو، حط الحاجه دي واجري اهو اهو. تعمل ايه يا عم الشيف؟ طماطم، طماطم اهي اهي. هناخد الطماطم دي يا عم الشيف كده ونحط شقشق ميه صغير مع صوص طماطم كده اهو. يا ويلي يا ويلي، صينية كابوريا صيادية لأول مرة حصريا، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. جينا لحضراتكم بعد الفاصل، والتفاصيل الصغيره دي زي ما قال لي المخرج بتفرق كتير بجد والله. خلونا هنا الاول، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. انا لما بعمل حاجه على عين البوتاجاز بغطيها. ليه يا عم الشيف؟ وخاصه لما بتكون حاجه ما بتاخدش وقت كتير في السوى، سواء بعمل كابوريا، بعمل حاجه مثلا طبق اومليت، طبق عجه، علشان البخار والفليفر والطعم بتاع التوابل ينتقل بسهوله جوه الحاجه اللي بعملها. الكابوريا دي عايزه تاخد طعم التتبيله اللي انا عاملها، فبغطيها يوم البخار يخش جواها. انا غطيتها بغطاء زجاجي مع انه ده مش غطاء، عشان تبان لحضراتكم على الشاشه كل التفاصيل الصغيره بشرحها بدقه. عصره الليمون دايما تتعصر على السي فود بعد ما يطلع من النار. علل ولماذا يا عم الشيف؟ لان الفيتامين سي لما بيتعرض لنار او للغليان بيقل مفعوله شويه. حلو الكلام. فيفضل عصير الليمون يتعصر دايما على شوربة السي فود او على كابوريا او على صياديه بعملها وقت احنا ما بناكل على السفره على طول. طبعا دي انا هقلبها في الصينيه بالشكل ده كده، واسيبها كمان شويه على النار، وعلى ما تستوي تعالى مع بعض مخرجنا الجميل نشوف ايه تفاصيل العصير الحلو اللي هعمله النهارده. عصير بيساعد على الهضم، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، فيتامين سي، فراوله من خير ارضنا بنصدرها للدنيا كلها بسم الله ما شاء الله. الفراوله السنه دي حلوه قوي، بروح عند الفكهاني بلاقيها زي الذره مرميه في كل حته. بجيب شويه فراوله حلوين بيتغسلوا ويتغسلوا كويس عشان الرمله والترابه، ومعانا عصير برتقان. بناخد عصير البرتقان في قلب الخلاط مع الفراوله، بتحط سكر تحط عسل، القرار قرارك. ولكن لو عايزه تسمعي كلامي ما تحطيش لا ده ولا ده، اكتفي بالسكريات اللي موجوده في الفراوله والسكريات اللي موجوده في عصير البرتقال. حلو الكلام. هنعمل العصير على الحاجه ما تطلع من النار واحنا شغالين. انا بنزل بالفراوله كده على عصير البرتقال، كل ده يا عم الشيف بينضرب في قلبي الخلاط، واسيب دول ازين بيهم الكاسات اللي هغرف فيها. حلو الكلام. وانا حطيت للامانه شويه سكر صغيرين عشان الاطفال الحلوين والمزازه والحموده بتاعه الفراوله. We'll be right back.
خلص الكلام، اللهم صل على النبي. شويه عصير، ودايما انا بنصح اذا بتعملي اكله سمك حلوه بتعملي اكل حلو زي اللي انا عامله ده كده، يفضل العصير الطازه. زهنا عندنا الفواكه وعندنا الحاجات موجوده والحمد لله، بنجيب شويه فواكه صغيرين كده نضرب معاهم بقى ميه مثلجه. في فواكه بتستدعي تحط معاها حليب زي الموز، اللهم صل على النبي. تعمل ايه يا شيف؟ مفيش حاجه، فاضي. ربنا مبارك في الوقت، والسي فود كده كده ما بياخدش وقت كبير في المطبخ، بس اهم حاجه تكوني فاهمه انت بتعملي ايه. سلايس برتقان كده وحطيته، حطيت فراوله عشان الاولاد لما يجوا من بره يعرفوا ان العصير ده يحتوي على فراوله وبرتقال. لسه طلعه حاضر. انت بص معايا، المخرج عايز الايه؟ يشوف الهوبر. قال لك فين الجمبري؟ شوف سابوا كل حاجه ومركز مع الجمبري. طب ايه رايك ان انا هغرف الكابوريا الاول قبل الجمبري؟ بس تجيبها وانا بقلب الكابوريا بقى على بطنها علشان تشوف الايه الحلاوه بتاعتها. يعني لا، انا عايزك تصلي على الحبيب وتخش بالكرين جوه الفرن قبل ما نروح على الحله. استعرض عضلاتك كده، يلا يا فاروق. كرين هو ده. القرع العسلي يحتوي على جمبري بلدي سويسي مع خلطه القرع العسلي والبصله والتومه والجنزبيل، هو ده. هنقفل الفرن بتاعنا وتعالوا مع بعض نشوف الكابوريا. عينيا، الله يدوحها. ربنا يبارك في الوقت، ربنا يبارك لك. يلا نجيب الطبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على الحبيب. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. كابوريا، كابوريا. نرفع ده كده، يلا. هو ده كابوريا صياديه، اتعملت في وقت ممكن تخش المطبخ تعملي كوبايه شاي. دايما بقول عصره الليمون بتكون جنب السي فود اللي عايز بالشكل ده كده. صورني معاها دي سيلفي يا فاروق. صينيه كابوريا ما خدتش وقت، تعالوا نطلع مع بعض الجمبري. هو ده قرع العسلي مع جمبري من جوه بالشكل ده كده. نوسع لها مكان حلو عشان نحطها كده جنب العصير. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ حطيتها في قلب بريء. اللهم صل على النبي. نحطها كده، تمام. خلينا نشرح موضوع القرع العسلي ده اتعمل ازاي. ناخد الجمبري ده كده نزين بيه الطبق بتاعنا. شفت الليمون وهو نازل على الجمبريايه بعد ما تطلع من النار كده؟ هو ده الشغل. دايما عصير الليمون يبقى موجود على السي فود لطيف وجميل. هتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ انا هطلع دلوقتي صينيه السمك اللي في الفرن اهي. دي صينية جامدة، خلي بالك دي لازم بقى نشتغل فيها ازاي. عايز اغرفها برضو بشكل جديد لحضراتكم كده. اللهم صل على النبي. اهو هو ده. دي بقى اللي فيها الايه؟ البهريز زي ما بيقولوا. فيها السمك، فيها الرز البسمتي. نعم يا غالي، والله حسب الرغبة. بيقول لي ممكن تتعمل، ده سؤال من السوشيال ميديا ولا من حضرتك؟ قول لي. انتوا الاثنين، ايوه. تتعمل برز بسمتي ولا رز مصري؟ سؤال وجيه وحلو بصراحه يعني. والله زي ما انت عايز، ولكن يفضل للامانه رز بسمتي. لسه ما خلصتش. زي الفل، تمام. هتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ زي ما هي كده، ربنا يعيننا على اللي هنعمله ان شاء الله. هوبا، معايا فرسان التلفزيون المصري، معايا. نصلي على الحبيب، قلبك يطيب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا مش هشيلها غير لما نصلي على الحبيب. حاضر عيني. حلو، عملت ايه يا شيف؟
حاضر. ارفع يا باشا. اللهم صل على النبي. ايه ده يا عم الشيف؟ احنا بنجيب الكنعت، بنجيب الدراك يعني. بقى لما نشوف بقى البصلايه المحمره والسمك طالع اهو. شفت السمك؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ استوى اهو، بص على عينك يا تاجر. البياض والحلاوه عندنا. فص السمك مع شويه رز صياديه مع الكشنه والبصل والجزر من المطبخ العربي السعودي، لطيفه وجميله ازاي؟ ممكن تقطعيه جزر، ممكن تحطيه سليم، بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. الف هنا وشفا، نروق الدنيا بتاعتنا. مطبخنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين استعراض لاكله سمك حلوه لطيفه، بتعملها في الاسبوع بتعملها مره في الشهر وقت ما تعملها تعمليها، ولكن لازم تعمليها بفكر طهو جديد. عملنا الرز كبسه النهارده بالسمك الدراك، عملنا كمان يا عم الشيف حاجه حلوه، شويه جمبري حلوين طاجن في قلب حبيت القرع العسلي، وعملنا صينيه كابوريا صياديه بطريقه جديده وطريقه لطيفه للاولاد الصغيرين كمان يقدروا ان هم يقززوا الكابوريا وهي امنه بالخلطه اللي جواها. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.